شوفوا الاولاد، 5 سنين الاخر حالتكم وانت متعبة، ما عادش تعجب جنب. من فضلك صوني تنسيش اللي جدي سانك دي مارك دو اول دي سالات تصور فول هاش دي. بالله يقول لي تو تصور كاتكا، يصور كاتكا وكوربي افيرجيل سيت. نيكون سكر فمك، ركح لوتو فوكيس تاعك في الفيديو وبعد يجي احكي معايا. بالله تنجموا تسكروا فمكم الزوز. اسمعني كانوا عندك بيز لي بيز بتاع الدراكتور بتاعي. اه يا ولدي يا بهيم، لي بيز نحكي على ستابيليزاسيون انترن، حياتكم عدم باش تلعبوني اصلا انتو. خويا جا انا صابر يوسفي، مرحبا بكم ايها الشعب العظيم. اليوم باش نحكي على السلاح الحربي الجديد، القنبله الموقوته قاتل الفلاج شيب لشركه كانون، لو كانون اي او اس ار 5. برشا ناس كنا نستنوا دونك في المواصفات نتاع الجهاز الرائد هذايا والا الميرلس الجديده نتاع كانون. بعد عامين من انتاج كانون لاول ميرلس ليها اللي كانت باسم اي او اس ار، العديد من المفاجات اللي ما عودتناش بها كانون على غرار السيلوب بار اكزومبل في الفيديو، وبرشا مفاجآت عديدة لادابتاتور وليزوبجيكتيف جدد وحكينا فيهم هذوما في حصص فاتة. شركة كانون اخيرا اعلنت عن المواصفات الجبارة اللي توا باش تصنع ستوندار جديد في عالم الميرلس وعالم التصوير بالدي اس ار الكل. وما ننسوش زاده اللي الميرلس هذه غطت على جميع النقائص اللي كانت موجوده في الكانون اي او اس ار بدون استثناء. نحن حكينا ديجا على الكانون اي او اس ار، حكينا اللي الكانون اي او اس ار تصور 4K مي كوربي، زاده دونك ما فيهش اي بيز والا ستابيليزاسيون انتير. المصورة جديدة من كانون جاءت باش تغطي النقائص هذه وتعطينا حاجة كبيرة ياسر، يمكن ياسر تفكرنا الكاميرا هذه بصدور السانك دي مارك دو عام 2008 وهي الدي اس ال ار الاولى في العالم اللي تصور اون فول اتش دي. الكانون اي او اس ار 5 ما تصورش فول اتش دي برك، ما تصورش 4K وما تصورش زادة 6K برك، المصورة هذه تصور 8K ولا غير كورب 8K بفريم كاملة، تصور 30 ايماج بار سكوند سي لوغ 422 رو فيديو. بطبيعة دونك كانون سيبت مرض غير عادي دونك في الميرلس هذه. ما عادش نحكو على 4K و 6K، ولينا نحكو على 8K وما ثمش كورب. ما نجم نقولو كان ميرسي بيا كانون، اخيرا استجابت كانون لنداء المستعملين وانقذت ما تبقى لديها من المستعملين اللي كانوا يحبوا يمشوا شركة سوني ويستعملوا أجهزة سوني. وكما نعرفوا سوني في اللي كاركترستيك تعطي برشا، مش كيما كانون عندها الليني السينيماتيك دي ما تحب تحميه دونك ما تحبش تعطي العديد من المواصفات القوية كيما اللي اعطتها المرة هذه. دونك نرجعوا الموضوع، أنا قلنا اللي واس ار 5 تصور 8K 30 ايماج بار سكوند وتصور 4K 120 ايماج بار سكوند، وكيف كيف رو فيديو وسي لو. كيف كيف كانون اخيرا اعطتنا ستابيليزاسيون انترن للكابتور نتاع الكاميرا، لي بيز موجود ستابيليزي 5 اكس اخيرا في اللي او اس ار 5، وكيف كيف زاد في اللي او اس ار 6 اللي باش تصدر بعدها. وكانون زاد اعطتنا 20 تصويره في السكوند في المود الكترونيك، وفي المود ميكانيك 12 فوتو بار سكوند، دونك لهنا رفال سريع ياسر ويمشي ياسر مع الفوتوغرافي نتاع سبور وبتاع الاكسيون نتاع توسكي في فيتيس قوي. الكاميرا هذه ايضا فيها دوبل كارت ميموار، دونك لهنا نحكو على سي اف اكسبريس اللي سريعه ياسر بون غاليه شويه زاده، كيف كيف زاده اس دي اي اتش اس 2 مش كيما الكانون يو اس ار اللي كانت فيها كارت ميموار واحده. دونك لهنا مشينا للاحتراف اكثر، اعطتني مواصفات اكثر، حتى الجويستيك نتاع 5 دي ماركات موجود زاده دونك في اللي يو اس ار 5. دونك لهنا كانون ما خلتش عيب ما غطتوش، ما خلتش مواصفات عاديه وما قوتهاش، ما هذا يا كانون. اكيد المصورين الفوتوغرافيين واللي مغرومين ساده في الفيديو، الناس الكل تستنى في الاي او اس ار 5، واكيد الشركات الاخرى توا ولا عندهم عبء كبير باش يصنعوا كاميرات وخاصه من سوني تنافس دونك ستاندر جديد
استندار عام 2020 ما عادش نحكو على الكاتكا والسيسكا، ولينا نحكو على الويتكا في الفلاكشيب كيف دونك الحكاية الرو فيديو والسيلوغ ما عادش كان في الليني سينيماتيك سواء عند كانون ولا غيرها، وهذه حاجة باهية. وكما تعرفوا التنافس ديما يعطي للوتيليزاتور ويعطي لصانع المحتوى دي كاركترستيك أكثر. كيف تتنافس الشركات فيما بينها، نحن اللي نتمتعوا بدي كاركترستيك قوية ياسر. بيرسونيل مو كما تعرفوا خذيت مؤخرا ليو اس ار، وتو حاليا خممت زيادة بس نزيد على ليو اس ار ار 5. بطبيعة بالنسبة لي ما ندخلش الكاميرا او المطاه بتخطر كما تعرفوا بيجي كبير برشا، مي نستنوا في قادم الايام، نستنى 6-7 شهور يتيحش السوم شوية، وعليش لا ناخذوا ار 5 ولا ار 6 نطوروا بها الخدمة بتاعنا ونمشوا مع ليني ولا ستوندار جديد اللي ماشي في السنوات القادمة إن شاء الله. حاجة أخرى نحب نعلق عليها، اللي ويس إر 5 جاءت بمواصفات أضخم من لاندي إكس مارك 3. لاندي إكس مارك 3 حكينا عليها سابقا تصور 6K، أما اللي ويس إر 5 تصور 8K. هذه حاليا تو دونك لهنا نعلنوا أخيرا اللي التوندونس رسميا ماشي للميرولس. الدي اس ال ار في اخر ايامهم والتوجه الحالي للشركات وصناعه الكاميرات ماشي للميرورلس اكثر. وكيف كيف زاد ما تنسوش اللي كانون قاعده تصنع فاك لي زوبجكتيف ريف جدد اللي فيهم فوكيس افضل واجمل، وكذلك كل لانس معاها ام بروسيسور صغير يسرع فاك الفوكيس نتاع اللانس هذاك. ولذلك اصدقائي الاعزاء ننصحكم الكل باش تتوجهوا للميرورلس ايامات الدي اس ال ار بدات توفى، دونك ما تركزوش على صغر الحجم. هذه التوندونس توا على الغالب كوم ام الشكل نتاع لي او اس ار ولي او اس ار 5 اصغر شويه من 5 دي وال 6 دي، مي راهي بلندي وثقيله وحتى المسكه نتاع اليد جميله وتنجم تعمل عليها. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الابيزود، ما تنسوش تعملوا ابونمون، اعملوا سبسكرايب، تابعونا، وان شاء الله في كل حلقه نعطوكم الجديد في عالم الكاميرات في عالم التكنولوجيا عموما. مرحبا بكم والى حلقه قادمه من صابريوس في التيفي.